جميع الحاجات. نحن في سيد المقام سيد سلمان المحمدي كما قال المصطفى سلمان منا على البيت. هذا يفهمني اليوم. سلمان منا على البيت. سلمان منا على البيت. ندعو له وندعو إلى أخونا وحبيبنا وقريب لنا علي أسعد. ونقول إن شاء الله اللهم يستجاب لأطفاله بعد بنته. وزوجته عائشة وابنه سعد وأمه وأبيه أن يا الله يهديهم وبركة صاحب هذا المقام. جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة حسن. في الدنيا وفي الآخرة حسن. إذا قضيت في اليمن. أي. ثم نذهب لزيارة سيدنا حذيفة بن اليماني وجابر الأنصاري والطاهر بن محمد الباقر حذيفة الأمين سر المصطفى. ندعو إلى أخونا علي أسعدي بالعفو والعافية والصحة وأن يهدي أمه وأبوه وبركة الرسول وآله وصحبه. هذا مقام سيدنا حذيفة بن اليماني أمين سر المصطفى جابر الأنصاري وهنا جابر الأنصاري والطاهر بن محمد الباقر أيه. في هذا المكان يجري ندعو إلى أخواننا كافة وإلى مرداء شيخ علي أسعد كافة والمحبين ومن أوصانا بالدعاء نهدي منا سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you.